مساء النور، تحياتي للإخوان والأخوات الصحفيين، وكنشكركم على الحضور ديالكم، وكنشكر المسؤولين اللي تاحوا لنا هذه الفرصة أننا نعود نجيو لمدينة طنجة، المدينة العزيزة على قلبنا في المغرب، جوهرة المغرب. أما بالنسبة للعرض ديال مسرحية جوجب فإنه يعني الحمد لله والشكر لله، عنده أكثر من أكثر من 25 عام، ولا زال المسرح ديما كيكون عامر الحمد لله. هذه فضل من سيدي ربي، وكان ومن هنا كنعرفوا بلي أن الجمهور من المدينة، كنعرفوا الجمهور الذواق ألا وهي مدينة طنجة، سماعة وذواقين، وكيفهموا النكتة وكيحبوا الفنانين، وهذا يعني ماشي معتل كل فروق. فرحانة وسعيدة أنني جيت لهنايا، وغادي نلعب غدا في مدينة طنجة، وغادي نتلقى مع الجمهور ديالي هنايا في طنجة، وبلا شك غادي يشجعونا وكيحبونا كما كنحنا كنحبوهم، ويا ربي يدوز العرض زوين. سر النجاح أن المسرحية كتطرق جميع المواضيع اللي كنعيشوها في الظرف في هذا العصر، يعني واخا هي قديمة جديدة، كتطرق وليني في قالب فكاهي، كتضحك، كاين الميساجات كيدوزوا وليني في قلب فكاهي، في كاين النكته، كاين الضحك، كاين الانسجام، كاين القناعه ما بين الافراد. القناعه هي سر هذه الفرقه اللي بقى مجموعه الحمد لله والشكر لله، وما كاينش الانانيه بيناتهم، ما كاينش كل واحد كيقول انا، لانه اولى هذا الجمهور رجع له ودي، ولا الجمهور رجع له ودنا كنا. سميتو العنوان الى متى؟ لا ماشي الى متى، قل لي متى. من بعد شخبارك الحبيبه، يعني اللي نالت واحد الصدى كبير، واحد الاعجاب كبير، وعجبت المغاربه بزاف، لان اغنيه مغربيه يعني بلباسها بلهجتها بالكليب ديالها، جات من بعدها الرومانسيه الى متى، قل لي متى، اغنيه يعني الحمد لله والشكر لله تحطت البارح في الصباح على القناة الهندية، لأنه ما عندهم واحد الفرق كبير ما بين 6 الصباح، وعندهم ما 6 الصباح فنحطوها هي 12 ونص ديال النهار ديالهم، كان فرق ساعة. لقات واحد الصدى طيب وعشقوها الناس بزاف، لأن أغنية رومانسية بكل معنى الكلمة، وكترجعنا للعهد ديال ألف ليلة وليلة، ويعني الفارس لما كيدافع على حبيبته، وهذا كله كيفرح. وسعد انا اللي كيعجبني انا، واللي الناس بزاف كيعجبهم، انه كيختار، كيعرف شنو كيدير، وكيوقف على عمله بيديه. يعني سعد ماشي كيجلس السيد الفنان اللي كيجلس اللور وكيخلي زعما الطاقم راه هو خدام، لا، كيوقف على الكوستيوم، على الكلمة، على الإنارة، على الصوت، على كل حاجة كيوقف عليها، كيشرف عليها بيديه، وهذا هو سر النجاح. الجديد ديالي كاين إن شاء الله، كاين، ما بغيش ندوي عليه لأن بقي يعني في طيل الكتمان، بقي غادي يكون إن شاء الله بحول الله. الجديد ديالي أنا موجودة في مدينة طنجة، هذا هو الفرحة ديالي، وغدا غادي نكون في مدينة تطوان. يا ريت والله العظيم، هذيك أمنيتي على اللغيتة، لا، باقي
رويدا رويدا غادي يجي إن شاء الله بحول الله. كان الله يجازيكم بخير، شكرا لكم كلكم الشباب، الدماء الجديدة، الوجوه الجميلة اللي قدامي، شكرا لكم على الترحاب ديالكم وعلى المساعدة ديالكم، لأنكم انتم هم يعني صلة الوصل بيننا وبين الجمهور، شكرا لكم. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.